الو صباح الخير سناء. صباح النور، كيف صبحتي؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، الله يطول عمرك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. عندي واحد طلعه معمره، ضلعه معمره. واخا للاسف ما بقاش لنا الوقت، كان سهله في حق الضلعه سهله. صابر يلا. يلا هذاك في الضلعه كنشدوها كنغسلوها كنحلوها شويه من الجن وكنخليوها تطلع. نصايبوا الحشوه ديالها، ربطه ديال السبانخ، باكيه ديال الشعريه الصينيه، واخا حك ديال شابينيون، واحد الباكيه ديال شابينيون الاسود، مليحه، بزاف يبسار، ملحه، كمون، كمون، الزعفران داك العرق، الزعفران الحر، حامضه مصيره مقطعه طريفات، شويه الهريسه حلوه، واخا معلقه السوجة، معلقه الموطرد، سته فصوص ديال الثوم، صافي واحد معلقه السمن. ايه صافي، كندوزو كناخذو ديك الباقه ديال كلها كنخلطوها من غير ذوك السبانخ وداك الشيء، كنخليهم تنخلطو غير الاكوان، كنهزو منو كنمرمرو كل شيء. هذيك يعني نخلطو غير الشرموله ونشرملو بها الضلعه. هي عاد كنشدو ذوك السبانخ نقطعوه ونشدو كاع ذاك الشيء اللي عندنا، كنقطعو الشعريه الصينيه وذاك اللي دوزناه في الماء هما والشابينيو الكحل ولا ذاك الشيء كل شيء كنقطعوه. صافي كنشدو ندوزو ذوك التوابل اللي بقاو عندنا، كنعمرو ذاك الجويب اللي ديال الضليعه. ايه صافي كنخيطو الفتحات اللي تيكونوا في لا داكشي اللي شاف لينا ديال المقادير، تلوي في الطابي سيفيريزي، كنعاودو في الطابي الومنيوم، كنديرو كلشي في الكسكاس. ايه حتى يفور تيطق ديك الشحمه ديالو كتلعر تبارك الله كتكون عامره في الشحمه. صافي كنهزوها نديرها في الفران. الساعه اللي كنبغي نقدمها كنديرها الوسط داك الشويه، داك الشويه اللي بقى لينا في ديك الطابي سيفيريزي كنزوقو به جنيبات والطلعه كتجي الوسط. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك، وحنا مازال غادي ناخذ ان شاء الله اقتراحات من عندك الخاصه بشي وتعيد